السلام عليكم، واش حوالكم؟ نتمنى تكونوا لاباس. هذا هو روحت للدار وقلت لماما، ماما اختي حابه واش حابه حاجه نحي بها الاكتئاب. واش هي الحاجه هذه؟ راح نروح نصبغ البيبان تاع الدار كل نرد فيهم الدمار. ايا كملوا معايا الفيديو. ليكي جبت الطابليه تاعي كيما هكا نلبسوها يا سيدي، ولبست اللبسه هذه ما نعرف نقيسها بالصبيغه ولا لا علينا نورمال. مهم حالي الكوت اللي في قلبي. هيا ليكي برونز بقول البيبان تاعنا. هيا هيا قدامي ماما، درت لها الحماس. صاي لقيتها صاي بدات في البوطاجي تصبغ في البيبان تاعو، وانا راح نصبغ البيبان. هيا تبعوا معايا، نبداو بالباب تاع برا نصبغوه كامل. هيا كملوا كملوا، نحيو فيه الدمار والله، ننظفوه شويه ديما ديما يطبع. منو فيه اكو على بالك منو فيه؟ لا تخبر، لا تخفي لا مات. المهم نحيولو شوية تا ما عنديش طريقة. كملوا معايا الفيديو كم قلت لهم ما راح تحرق يعني نوسخ يديا سيدي جدا يتوسخ. نقول لك حاجة، نبدا بالتري نبدا بالاول. كملوا كملوا انتوما معايا الفيديو. خويا يندب خاطر ما قال لي بوثينة البيبان نديهم نحرقوهم وعاود لهم الصبيغه تاع الصبيغه. لا بوثينة تحب ترد فيهم الدمار. والله المهم نطويهم. خلي خلي هذيك تاع خلي خلي برك خلي غدوه خلي غير غدوه. اها السمانه الجايه غلبنا خويا، استنى طول عمرنا حنا نستناو. صايم اليوم موني فري بوثينة. درك يا جماعه كملت بروميير كوش، نخليه يشيح شويه ونزيد له دوزيام كوش. خرجته يشعل، شوفوا الفحله الصباغه الماهره تاع بوثينة، وشوفوا يديا. درك نصبغوا الباب من لورا. ايا تبعوا معايا. هاكا ماما الصباغه الماهره. ها والله نحكي هذوك خرج عليك ديري الحواشي هذو اللي منا. ها حاجه باينه درك نكملهم. وليت صباغه خايطي والله، غير نحي الدمار اللي كاش وحده في القناه تروح تنوض تشري كاش صبيغه وتصبغ البيبان تاع دارها. كملوا كملوا معايا. هذا مش مضاد للاكتئاب، هذا تكسر اليدين ولا يدي تعوقوا. واش هو خرج الباب ليش على خايفي خير تشلفطوا يد شوف تشلفط من حتى والله غير حتى ساح الدم شلفطتني عباك نخدم هكا. كملوا كملوا معي.
ماما كي قلت لكم صباعي تجرح قالت لي ما تخافيش والميت اللي بدا يدخل راح نولي صباغ ثاني يا اخي عتسيسه يا اخي. الباب تاع برا درك نكمل الخزانه هذه تاع تاع الحيط نكمل الصبخه كملوا كملوا معايا الفيديو واش هو غلبت فنيت صباعي مسكين راح فيها شفوا يديا صباغه ماهره ينحي الاكتئاب وينحي الكتة واش هو فشل في الرعيه ضروني دارنا غير تضوى يا لبالك البيبان كي يكونوا مغبرين هكا نزيد نغسلهم انا وجيب الشيتا وحكو حكو حك علاه يعني الريب يدي عندي شويه صبيغه ندهنهم في لامان كملوا معايا الصباغ مسكين عنده الحق كي يطلب الغلا صراحةً يدي دركا فشلوا كملت الخزانة هذه وكملت الباب تاع برا فشلت صاي درعية ماتوا عليا والغير عنده حق غلبت دركا صاي قلت لماما غدوة ونكمل بزيد عليا ايا طلعوا لي في روحكم بزاف خلاص ونوضوا حتى انتم سبقوا شوية ونظفوا شوية وردة ايا السلام عليكم تصبحوا على خير سلام. ماما اللي قالت لي شوفي الدنيا كيف رديتيها على جلد باب ربنتي لي الحالة شوفوا واش يستنى فيا نروحنا نسيق كي الفحله ونروح نرقد فشلت صراحه فشلت وشي هو شوف خرجت البيبان خرجتهم يشعلوا ودرك تزيد تطلع الصبيغه الفراشات هذوك ما حبوش يتنحاو المهم نظفتها وخلاص ايا في لمن سلام عليكم شوفوا توخذت في صباعي مسكين قالش ماما الميت يا بدا يدخل هيا طلعوا لي في روحكم ليكيب يديا كيف حرشهم الصبيغه باي باي.